لو في حياتك شخص وعايز تقنعه ان انت اكتر حد مناسب ليه وتخليه ما يبطلش ابدا تفكير فيك، يبقى لازم تسمع الفيديو ده. هقولك على بعض الاسرار النفسية اللي تقدر من خلالها توصل لثغرات الشخصية اللي قدامك وتستغلها لصالحك عشان تخلي الشخص اللي معاك يقرب منك. لان احنا احيانا بنحس مشاعر قوية ناحية شخص معين، وبعدها للأسف ما بنبقاش عارفين ازاي نوصل لقلب الشخص ده. والنهاردة هقولك ازاي توصل لقلبه وعقله كمان. اسمعني للنهاية. اولا، لما تتقابلوا او تتكلموا على التليفون لازم تخليه هو اللي يتكلم اكتر ما يسمعك. يعني لو مكالمة مدتها ساعة، خليه هو يتكلم 3/4 المكالمة وانت تتكلم الربع الباقي. اغلب الناس لما بيرتبطوا بشخص معين او يحبوا شخص معين فبتلاقيهم بيتكلموا كتير جدا وبيفضلوا يحكوا عن حياتهم وتفاصيل حياتهم، معتقدين ان كل ما الشخص اللي قدامهم سمع اكتر كل ما انبهر اكتر. وطبعا ده غلط. الشخص اللي قدامك هينبهر بيك بس في حالة اذا كان هو اللي بيتكلم وانت اللي بتسمع، لان اغلب الناس عايزين يتكلموا، اما اللي بيعرفوا يسمعوا فدول قليلين جدا، والمميزين دايما قليلين. فعشان تكون مميز عند الشخص ده لازم تخليه يتكلم مش تخليه يسمع. جميل، هنخليه يتكلم. طب هنخليه يتكلم عن ايه؟ لازم تخليه يتكلم عن ذكرياته الصعبة، تخليه يتكلم عن المواقف المؤلمة اللي مر بيها في حياته وحس فيها بالحزن، زي تجاربه الفاشلة، مشروعه الفاشل، طفولته الصعبة، مشاكله مع اهله وهكذا. طب اشمعنى هنخليه يتكلم عن الحاجات الصعبة دي؟ لازم تعرف يا صديقي ان كل انسان مننا عنده ذكريات مؤلمة، كل انسان مننا عنده مواقف صعبة مر بيها في حياته ودايما بتلاحقه، دايما موجودة في عقله وبيفضل شايلها معاه مكان ما بيروح. والذكريات المؤلمة دي دايما بتخليك تحس انك مش مطمن ناحية نفسك وحياتك ومستقبلك. الذكريات المؤلمة دي بتخليك فاقد للثقة بالنفس. ودي النقطة اللي انا عايزك تلعب عليها مع اي شخص عايز تخليه يقرب منك، انك بعد ما تخليه يحكي عن المواقف الحزينة اللي مر بيها عايزك ترد عليه وتقول له على فكرة انت شخص قوي جدا انك قدرت تعدي بكل المشاكل دي ولسه واقف على رجلك. واكد له انه بقى اقوى بكتير جدا من زمان لانه مر بكل المشاكل والظروف الصعبة دي ولسه محافظ على نفسه، لسه بيفكر بشكل كويس. وده تلقائيا هيخليه يحس بالامان ناحية نفسه وهيزود عنده الثقة بالنفس، وتلقائيا احساسه بالثقة هيبقى مرتبط بيك انت. بالتالي كل ما حب يزود ثقته بنفسه هتلاقيه بيرفع سماعة تليفونه ويكلمك انت. ثانيا، عايزك دايما تتجاهله على السوشيال ميديا. واللي اقصده هنا هو مش انك تتجاهل رسائله، اتكلم معاه على الرسائل عادي جدا. اللي اقصده هنا هو انك ما تتفاعلش على اي بوست او ستوري او صورة ليه، وده هيخليه يحس بحيرة كبيرة جدا وهيسأل نفسه ازاي احنا بنتكلم مع بعض طول اليوم وفي نفس الوقت انت مش منبهر ولا مهتم باي حاجة بنزلها، ازاي احنا بنتكلم كتير جدا كده ومع ذلك شفت الستوري بتاعي وما علقتش عليه، شفت البوست اللي انا منزله وما عملتش عليه حتى لايك. وده هيخليه يحس جدا بالفضول وهتلاقيه بيحاول ينشر بوستات وستوريات وصور اكتر عشان بس يلفت انتباه. ثالثا، لازم تخليه يدخل تجربة عمره ما جربها قبل كده الا معاك. يعني مثلا هنفترض ان انت ما طلعتش قبل كده ابدا رحلة بمركب في البحر، وهنفترض ان انت اتعرفت على شخص وطلب منك تخرجه وخرجتوا رحلة البحر دي مع بعض. السؤال هنا بقى، هل هتنسى ابدا اليوم ده؟ اكيد لا. الاحساس الممتع اللي انت هتحسه في الرحلة دي مش هتنساه ابدا، ولانك جربت التجربة دي مع الشخص ده بالذات فمش هتنسى الشخص ده بالذات، لان الشخص ده هيديلك مشاعر جديدة، تجارب جديدة. الشخص ده هيقتحم روتين حياتك ويكسر لك الملل، وبالتالي تلقائيا هتلاقي نفسك بتتمسك بيه اكتر، لانك هتحس ان الاثارة والمغامرة والمتعة والسعادة موجودين معاه هو. فكل اللي انا اقصده هنا ان الشخص اللي انت عايزه يقرب منك ده لازم تجدد له حياته، حاول تخليه يجرب معاك حاجة عمره ما جربها قبل كده، وده هيخليك تسكن عقله ويفكر فيك طول الوقت. من اقوى اسرار علم النفس هي انك لو عايز الشخص اللي قدامك يتعلق بيك لازم تدخله حياتك وبعد كده فجأة تخرجه من حياتك. دايما بلاقي بعض الناس كده بيبعتولي او يكلموني يقولولي دكتور انا كنت بتكلم مع شخص والشخص ده كان بيحكي لي كل حاجة عن تفاصيله، كان بيحكي لي كل حاجة عن مشاكله وعن حياته، فجأة اختفى. ليه عمل كده؟ عمل كده لان ببساطة اغلب الناس بيعملوا الحيلة دي عشان يشغلوا بالك اكتر ويثيروا فضولك اكتر. واللي هيحصل هنا انك هتتجنن عشان تعرف ايه هو السبب اللي خلاه ينسحب فجأة كده، وهتفضل تسأل نفسك هل السبب اللي خلاه يختفي فجأة كده هو ان انا ما استحقوش، ولا هو حصل مشكلة في حياته عشان كده اختفى؟ ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ فهمني لو سمحت. صدقني انا معرفش ايه اللي بيحصل، بس كل اللي اعرفه ان دي واحدة من اقوى الطرق اللي تعلق اي شخص بيك، انك تدخله حياتك جدا، تحكي له كل تفاصيلك وتخليه جزء من حياتك، وده هيخليه يبني توقعات لانه هيكون جنبك دايما وفجأة
تكسر له كل التوقعات دي فيفقد صوابه وتلاقيه بيلحق. والطريقة دي انا بعرفها لك النهاردة عشان تستخدمها في الخير مش الشر، بانك تفهمها كويس عشان تحمي نفسك من اي شخص ممكن يستخدمها ضدك. اما السر الاخير هو انك كل ما خليته يساعدك كل ما خليته يحس انه عايز يساعدك اكتر. الغلط اللي بيقع فيه اغلب الناس هو ان انت لما بتستلطف شخص او تحبه او تعجب بيه فبتلاقي نفسك عايز تساعد الشخص ده عشان تبان له ان انت انسان كويس وخدوم. لكن اللي لازم تعمله هنا هو العكس، لانك لما بتقدم مساعدات كتير للشخص اللي قدامك فغالبا هتلاقيه في النهايه بيستقلك وبس. اما لو خليته يساعدك فده هيخليه يحس انه بيقدم اضافة لحياتك، وده هيخليه تلقائيا يحس انه مهم وهيحس انه مطلوب ومرغوب. دليل ان الناس بيحتاجوا لمساعدته، وبالتالي لما يساعدك فهتلاقيه عنده الرغبة انه يساعدك اكتر، وكل ما ساعدك اكتر كل ما حس بمشاعر جميلة ناحية نفسه، والمشاعر دي هتبقى مربوطة بيك انت، وده معناه انه هيتعلق بيك اكتر واكتر.